انا كان اظن مدير كوره او مدير رياضي، وبعدين وبعد تولى كده المسؤوليه بشكل مؤقت، كان مشي بسيرو تقريبا اظن، انا وبعدين جيت بعد الكابتن زيزو بسيرو. مسك شويه. كان وقتها كابتن عبد العزيز عبد الشافي، وبعدها بقى كملت مع المدربين اللي بعد كده. والكابتن زيزو بيحب النوعيه بتاعتك، لان الكابتن زيزو بيحب الموهبه وبيحب الالتزام، بيحب لعيب الكوره، فاعتقد انت كنت مؤلف مع الكابتن زيزو. مش قوي يعني، معقوله الفترة اللي لعبت فيها بدأت ألعب فيها باستمرار كانت مع كابتن حسام البدري. حسام البدري. كان بعد مارتن يول تقريبا. مع مارتن يول كنت بلعب على فترات، أوقات كنت بطلع بره السكور خالص. ياه. فلحد ما جات لي الفرصة مع كابتن حسام البدري، والحمد لله مسكت فيها من وقتها. لما ما كنتش بتلعب كنت دماغك بتروح بقى لبعيد، يا ريتني ما جيت، ويا ريتني كملت بره، ويا ريت خالص. خالص. لا كان قدامي هدف واحد، ان انا هلعب يعني، انا جاي عشان العب واكتب اسم واعمل تاريخ جوه النادي. فلو كنت بتمرن 50%، لا انا بتمرن 200%. ايوه. لو زعلان بطلع زعلي ده في التمرين، اتمرن قبل التمرين واتمرن بعد التمرين، لحد الحمد لله ما ربنا كرمني يعني. انا فاكر بمناسبه مره 200% دي، فاكر ايام الكورونا انت كنت بتعمل تمرينات قاسيه، ان لم اكن مخطئ فكرني اذا كنت بتكلم صح صح ولا غلط. يعني انت كنت يعني معظم اللعيبه طبعا، بس انت كنت واضح انه واخد الامور بجديه شديده جدا، ورغم الناس كتيره كانت بتشكك ان الموسم مش هيرجع وان البطولات مش هتستمر، لكنه كان عندك اصرار غير عادي، صح؟ صح طبعا يعني، كان فترة صعبة علينا كلنا. كنا أول مرة نتحط في الموقف ده، إن إحنا نبعد عن الكورة ونبقى قاعدين في البيت 24 ساعة طول الأسبوع ما بنتحركش من البيت، ده حاجة صعبة أوي. ولا جيم ولا كورة ولا أي حاجة. فالموضوع كان صعب. كنا على فترات بننزل جيم مثلا نتمرن شوية. بعد كده كنت أنا وحمدي فتحي يعني، كان هو لقى ملعب كده في ال وحمدي في الحاجات دي ما بينامش، بيفضل ف يعس كده لحد ما يلاقي. لقى ملعب ونزلنا اتمرنا فيه. حتى كنا بننزل نتمرن في رمضان، كان بيجي معانا رامي ربيعة وقتها، كنا كل يوم بننزل قبل الفطار، فكنا بنتمرن يعني. ما صدقنا ان احنا لقينا الملعب ده، وكنا اجرتوه. اجرناه. وكان معانا، كان معانا محمود حمدي، كان مسك فترة في مدرب مؤهل. احمال في مدرب الاهلي. احمال. وقتها كان هو اللي بيمرنا يعني. بس ولحد كان عندنا امل ان احنا في اي وقت ان البطولة هترجع، وان احنا هنرجع نتمرن تاني عشان نبقى جاهزين. أول مباراة كانت بمثابة جواز المرور أو وثيقة التقديم لجمهور النادي الأهلي. اول مباراة ليا، لا مش معقولة متذكر. ده؟ أنا أنت لما تيجي تقول لي أول مباراة أقول لك 16/5/1984 الأهلي والأولمبي 3-0. لا اول تيجي مباراة. تقول لي اول مباراه لاوفا وديا اقول لك امام الاتصالات بس مش فاكر التاريخ، اول مباراه رسميا اقول لك امام الترسانه في كاس مصر، لا فلازم تكون حافظ. لا لا، ما معقوله؟ بهتمش بالارقام ولا يعني، لا بس ده تاريخك، ما يعني، ده مهم. طيب بلاش اول مباراه، خلينا لان انا اقول لحضرتك على حاجه. اول ما جيت الاهلي يعني كنت بتهاجم فتره من الفترات يعني، قعدت فتره كبيره اتهاجم ان ده مش المستوى اللي الاهلي جابه من الاسماعيلي، عشانه مستواه في الاسماعيلي كان احسن. بس الناس ما كانتش عارفه ان كان يعني في فرق كبير بين المستوى، البطولات هنا مع النادي الاهلي وضغط الماتشات غير النادي الاسماعيلي صحيح. طبعا. لحد بعد كده يعني، ما الحمد لله ربنا كرمني وبدات ان انا اظهر بمستوى احسن، والحمد لله يعني وقتها الناس يعني بدات نقدر تتكلم نقول عني كويس. الموسم الاولاني بالنسبه لك كان ملقلق شويه. كان شويه. مع حسام البدري الدنيا ظبطت تمام. بالظبط. طيب اكيد في مباريات بقى هتفتكرها، مباراه بقى كانت عاليه قوي، انت نفسك قلت خلاص انا رجليا بقت في الملعب مش هتتشال. لا من اول مباراه مع كابتن حسام البدري يعني، اول مباراه لعبت مع كابتن حسام، بس مش متذكر ايه هي. ماشي معلش. احنا هنجيبها لك دلوقتي. اول مباراه اللي هي كانت مع كابتن حسام. هنعمل لك تاريخك ونأرشفه كده ونبعته لك على التليفون ايش عشان يبقى محفوظ عندك. يعني، بعد المباراه دي كابتن حسام قعد معايا وقال لي انت يعني عملت مباراه كويسه وكنت كويس في الماتش، ومن حقك عليا ان انت تكمل يعني، مش هينفع حلو. اقعدك. نعم. فانا احترمته يعني بعد الموقف ده جدا يعني، وكنت مقدر ليه الموقف ده. ومن بعدها الحمد لله يعني ما طلعتش من الملعب.